قبائل مارب تتداعى للوقوف بوجه الميليشيات والحوثيون يواصلون نهب المستشفيات والممتلكات في الجوف مصرع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية ورصد 178 خرقا لها في مدينة الحديدة وريفها زوح أكثر من أربعة ملايين شخص جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الثالثة والنصب توقيت العاصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم أكدت قيادات سياسية وعسكرية وشخصيات اجتماعية ووجاهات قبلية من أبناء ذمار في اجتماع عقد في مارب رفض الجبهات بالرجال والمال وأدعت إلى تعزيز التلاحم الوطني وتوحيد الصف الجمهوري في مواجهة الميليشيات الحوثية بعد الانكسارات التي حصلت في محافظتي صنعاء والجوف استشعرت قبائل دمار الخطر المحدق على الجبهات الاخرى وبالاحر جبهات مارب. وقفه قبليه للقبائل والشخصيات الاجتماعيه لمحافظه دمار مؤكده اصطفافها خلف القوات الحكوميه ومساندتها في مثل هذه الظروف الحالكه والتي تكاد تعصف بالجمهوريه. مع ابناء دمار اليوم رسم لوحه جميله في توحيد الصف وتوحيد استعاده الجمهوريه من ايادي الميليشيات الغاصبه هذه الميليشيات التي لوثت او وثخت كل رقعه في اليمن توحيدهم اليوم او هذه رسم الصوره الجميله لابناء ذمار انما هو جمع الكلمه وتوحيد الصف لتحرير ذمار وتحرير محافظه صنعاء وتحرير كل البقاع اليمنيه من منطلق ما تمارسه جماعة الحوثي من انتهاكات صارخة بحق مشايخ الجوف وأبنائها، دعت كل الأطراف الأخرى تناسي الخلافات الضيقة وتعزيز التلاحم الوطني لمواجهة الخطر الحوثي الذي يستهدف مشروع الدولة ونظامها الجمهوري. أبرز ما دعت إليه القبائل في هذه الوقفة العمل الجاد لرفض الجبهات بالمقاتلين واستعادة ما خسرته القوات الحكومية خلال الفترات الماضية. نحن الان في محافظه الضمار عملنا اليوم على جمع حشد قبلي كنافير قبلي لدعم الجبهات في ميدان القتال ان شاء الله سبحانه وتعالى تتزامن هذه الوقفه مع اعاده ترتيب القوات الحكوميه لصفوفها العسكريه في معسكر اللبنات بمحافظه الجوفه والتي ترابط حاليا في مناطق في ريف الحزم وتحديدا في ام 60 ومعين ومواقع اخرى في الجهه الشرقيه للمدينه في محاولة لعادة ترتيب وشن عمليات واستعاده الحزم بعد تكليف اللواء امين الوائلي بقياده المنطقه العسكريه السادسه. عبد العالم دحلان لقناه اليمن اليوم محافظه مارب. وكانت قبائل مارب اعلنت النفير العام بوجه ميليشيات الحوثي الارهابيه وتدعى رجال القبائل للدفاع عن المحافظه والمشاركه في تحرير المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. قبائل مارب على قلب رجل واحد ويتداعى أبناؤها من كل حدب وصوب للوقوف في وجه ميليشيات الحوثي الإرهابية مؤكدين أن اليد على الزناد لكبح جماعة الموت والوقوف سدا منيعا أمام مشروعها السلالي في اليمن النكف القبلي الذي أعلنته قبائل محافظة مارب حمل في طياته رسالة شديدة اللهجة لميليشيات الحوثي بأن أبناء مارب لن يقفوا عند حدود حماية محافظتهم بل سيشكلون رأس حربة في استعادة المواقع التي تفلتت من قبضة القوات الحكومية في محافظة الجوف بما فيها مدينة الحزم مركز المحافظة كما تأتي هذه الهبة القبلية في سياق الرسائل التحذيرية لميليشيات الحوثي بأن جرائمها لن تمضي دون رادع منها جريمة قتل طبيبين وإحراق سكن الأطباء في مستشفى الجوف العام فضلا عن إعدام عدد من المواطنين واختطاف آخرين وترهيب المناوئين لها وتفجير منازلهم ضمن جرائم تستوجب الوقوف أمامها بحزم ووضع حد لطيش الميليشيات الكهنوتية وعقب إعلان قبائل مارب أن كف القبلي تؤكد الوقائع نشوب خلافات حادة بين ميليشيات الحوثي والقبائل المتواطئة معها والتي مكنتها من دخول مدينه الحزم، مصادر محليه اكدت ان الخلافات بين القبائل المتواطئه مع الميليشيات جاءت بعد ثلاثه ايام فقط من سيطره الاخيره على مدينه الحزم وقيامها بمصادره السلاح الذي نهبته من مخازن القوات الحكوميه حتى وصل الامر بها الى تجريد القبائل التي حاكت فصول المؤامره في الجوف من الاسلحه التي تعد من املاكها الخاصه. ومع تحشيد رجال القبائل والتداعي للوقوف في وجه المشروع الحوثي المدعوم من ايران عقد اجتماع في تخوم مدينه الحزم ضم قيادات عسكريه رفيعه من التحالف وبرئاسه الفريق صغير بن عزيز رئيس هيئه الاركان العامه ورجال القبائل ممثلين بالشيخ امين العكيمي محافظ الجوف هدفه الوقوف امام التطورات الاخيره التي شهدتها الجوف والاستعداد لدحر الميليشيات من مركز المحافظة التي عاثت فيها فساداً خلال الأيام الماضية واستعادة كافة المناطق التي وطئتها أقدام الميليشيات وتقوم ميليشيات الحوثي بحفر خندق طولي بالجرافات يليه حزام ترابي على امتداد الناحيه الشرقيه لمدينه الحزم وافاد مراسلنا ان الخندق والحزام الترابي ياتي في الناحيه الشرقيه خوفا من اي هجوم مرتقب من قبل قوات حكوميه وأوضحت مصادر محلية أن هناك تحركات عسكرية وقبلية سريعة لقيادة معركة كبرى ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية وأن القبائل تتوافد بشكل غير مسبوق لتستعد لمواجهة الحوثيين واستعادة الحزم واستكمال تحرير الجوف، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت الهجوم بعدد من الأطقم مع عربة عسكرية من اتجاه الجر على خط الردمية، فتصدى له الأبطال وهربت عناصر الميليشيات تجر أذيال الهزيمة، وأضاف أنه بالتزامن تواصل ميليشيات الحوثي عمليات نهب منازل المواطنين وممتلكاتهم. ذلك كشف مكتب الصحة بمحافظة الجوف عن قيام مليشيات الحوثي بإحراق سكن الأطباء بهيئة مستشفى الجوف ونهب مخازن مكتب الصحه والمستشفى والعبث بمحتوياته واغلاق مستشفى الحزم وتحويل المباني الصحيه الى تكنه عسكريه. وأدان المكتب هذه الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي للقطاع الصحي في المحافظه وحملها المسؤوليه الكامله عن هذه الانتهاكات مشيرا الى ان اغلاق المرافق الصحيه وتحويلها الى تكنه عسكريه يهدد حياه المدنيين لا سيما النساء والاطفال وكبار السن وكان مدير مكتب الاعلام بمحافظه الجوف يحيى قمع أوضح في تصريحات نشرها على حسابه في تويتر أن ميليشيات الحوثي قامت بإعدام اثنين من الأطباء العاملين بمكتب الصحة بمديرية الحزم معنا عبر الهاتف من الجوف الإعلامي عبد الملك جبران مرحبا بك مرحبا وأهلا وسهلا أخي العزيز وأسعد الله مساك أنت والسادة المجاهدين الكرام حياكم الله ما هي مستجدات الوضع في الجوف؟ بالنسبة للمستجدات في محافظة الجوف يمكن الحديث عنها على محورين محور المستجدات العسكرية وهو الأبرز كذلك محور أحداث سلسلة الانتهاكات اللي أقدمت عليها جماعة الحوثي وهو الأهم بالنسبة للمستجدات العسكرية لازالت هناك فرصة ثانية لدى الجيش أخير لتعديل موازين القوى وتطوير اتجاه المحركة نحو النصر وهو ما يعمل عليه قيادة الجيش خلال اليومين الماضيين بعد سقوط عاصمة محافظة الجوف مديرية الحزم من اجتماع شهدته قيادة هيئة الأركان واجتماع آخر لوزارة الدفاع خرج الاجتماع لوزارة الدفاع الذي وجهت به لرفع الجاهزية القتالية كذلك ناطق الجيش أعلن عن استعدادات عسكرية لتمثيل عملية عسكرية لاستعادة الحزم ومديرية ما تبقى من الجوف والانطلاق فوق صرعاء وبقية المناطق سقوط الحزم ليس انكسارا ميدانيا وليس هزيمه او انتهاء المعركة. الحرب ضد الحوثي لا تنتهي بانتهاء الجهه وغيرها. قوات الجيش ما زالت ترابط اليوم في مختلف الجبهات الجوف مثل خب جبهه خب الشعب وجبهه اليتبه والقعيف وبرط وسلبه. ما زال الجيش يسيطر على اكثر من 65% من المنطقه الجغرافيه لمحافظه الجوف. نعم. المعركه ضد الحوثي كما قلت لك لا تنتهي بانتهاء هذه المناطق او سقوط مناطق جغرافيه وانما سنواصل قوات الجيش معركتها ضد الميليشيات حتما حتى نهايتها. نعم قبل أن تتحدث عن جانب الانتهاكات وهو الجانب الثاني الذي تريد الحديث عنه حدثنا أيضا عن التحركات التي يقوم بها رجال القبائل مسنودين بالقوات الحكومية لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات مؤخرا القبيلة كانت وما زالت هي الحليف والرافد الأساسي للجيش الوطني في معركة استعادة الدولة هناك تحركات سريعة من القبائل لاسناد الجيش الوطني في استعاده الحزم وتحرير مكتب جابر الجو. نعم، ماذا عن الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثيه وايضا نهبها للممتلكات العامه والخاصه؟ عمدت جماعة الحوثي على ارتكاب انتهاكات جرائم جسيمة في غضون اقل من اسبوع منذ دخولها مدينة الحزم. أعلن مكتب المكتب الحريات وحقوق الإنسان بمحض الجر عن إعدامات ميدانية ارتكبتها جماعة الحوثي للمواطنين العزل في الليل والحزم. ايضا تسببت جماعة الحوثي في نزوح ما يقارب اكثر من 12 الف اسره بعد ان سلبوهم ممتلكاتهم الخاصه ومن مقوماتهم في الحياه. ايضا جماعه الحوثي اوقفت المنظومه التعليميه من المدارس والجامعات، حرمت يعني ما يقارب 19 الف طالب من حقه في مواصله التعليم. اقدمت كذلك ايضا على نهب اكثر من 50 منزل واحرجت عددا منها هذه جرائم وهذه اعمال ميليشيات، ميليشيا اجراميه، ميليشيا مشروعها نعم. موت ودمار. نعم. عبد الملك جبران الاعلامي من الجوف شكرا جزيلا لك. في الحديده لقي ثمانيه من عناصر الميليشيات مصرعهم اثناء كسر القوات المشتركه محاوله تسلل شنتها ميليشيات الحوثي على مواقعها غربيه حيتان. مصدر ميداني في القوات المشتركة ذكر أن ثمانية من عناصر الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم أثناء تصدي القوات المشتركة محاولة تسلل للميليشيات شرق منطقة المجيلس غرب مدينة التحيتة وأضاف المصدر أن القوات المشتركة تمكنت من تدمير أسلحة من عتاد الميليشيات وأجبرتها على التراجع تجر أديال الهزيمة وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للميليشيات الحوثية خلال تصديها لكل عمليات التسلل الفاشلة التي تنفذها محاولة من خلالها إحراز تقدم مستغلة للهدنة الأممية وفي مديرية حيس كسر أبطال القوات المشتركة تسللا حوثيا جديدا بعد أقل من 24 ساعة من تسلل سابق ونقل مراسلنا عن مصادر عسكرية ميدانية أن وحدات من القوات المشتركة كسرت هجوما حوثيا على مواقعها شمالي مدينة حيس استخدمت فيه الميليشيات جميع أنواع الأسلحة الرشاشه في محاوله بائسه لاختراق المواقع الاماميه للقوات المشتركه لكن يقظه وجهوزيه الابطال حالت دون ذلك وكسرت الهجوم رغم كثافه النيران وحده الاشتباكات التي استمرت اكثر من ساعتين تكبدت خلالها العناصر المهاجمه خسائر بشريه وماديه لذلك استهدفت ميليشيات الحوثي الإجرامية حياً سكنياً في مدينة الحديدة ومزارع المواطنين في مديرية الدراهمي بالقذائف المدفعية مصادر محلية أفادت أن الميليشيات الحوثية استهدفت حي كمران داخل مدينة الحديدة بثلاث قذائف مدفعية كما قامت بقصف مساكن ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي بخمس قذائف مدفعية وذلك ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وتواصل ميليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة في إطار تصعيدها المتواصل لاتفاق ستوكهولم ورصد ضباط الارتباط في نقاط الرقابة الخمس بمدينة ومحافظة الحديدة 178 وثمانية خرقا للميليشيات الحوثية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، إضافة إلى الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين واستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين. مئة وثمانية وسبعون خرقا حوثيا في مدينة وريف الحديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. في اختبار لصبر القوات المشتركه الملتزمه بتنفيذ وقف اطلاق النار منذ لحظه التوقيع على اتفاق ستوكهولم في الثالث عشر من العام 2018 والذي اعتبره مراقبون انه اصبح كسيحا في ظل تمادي وعن جهية الميليشيات وقصفها العشوائي لمنازل المواطنين في المحافظه. نقاط ضباط الارتباط الخمس بمدينه الحديده رصدت 96 خرقا للميليشيات الحوثيه. واستهدفت بثلاث قذائف مدفعيه حي كمران في المدينه وبخمس اخرى قرى ومزارع المواطنين في مديريه التحيتة الاكثر تعرضا للبطش الحوثي. الميليشيات عاودت من تصعيد وتيره خروقاتها وانتهاكاتها للهدنه الامميه في مدينه حيس وشنت قصفا مدفعيا بقذائف الهاون على الاحياء السكنيه ومنازل المواطنين، الامر الذي تسبب في تدمير بعض منازل المواطنين، كما تسبب القصف في حاله من الذعر وخصوصا في اوساط الاطفال والنساء. في منطقتي الجبليه بمديريه التحيتة والجاح بمديريه بيت الفقيه عاودت ايضا ميليشيات الحوثي استهداف القرى السكنيه بمدفعيه الهاون تسببت في دمار بعض المنازل ونفوق اعداد من الماشيه. خروقات وانتهاكات الحوثي في الحديده يقابلها صمت مطبق تلتزمه الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى اليمن وهو ما شجع الميليشيات على التمادي في جرائمها وارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين كذلك فرضت ميليشيات الحوثي على ملاك المولدات الكهربائية في الحديدة مبالغ مالية إضافية وتمارس التعسف بحقهم وأظهرت وثيقة موجهة لأحد ملاك المولدات الكهربائية الخاصة التي تزود المواطنين بالكهرباء في ظل انقطاع المتواصل للخدمة التي تقدمها مؤسسة الكهرباء منذ دخول الميليشيات المدينة وحولت حياة المواطنين إلى جحيم وتفرض الميليشيات إتاوات ومبالغ طائلة على ملاك المولدات ومنعها بدعوى أنها تحل محل مؤسسة الكهرباء التي غابت خدماتها عن المواطنين منذ أن دخلت الميليشيات العاصمة صنعاء وعددا من المدن والمناطق بقوة السلاح كما تواصل الميليشيات الحوثيه تصعيدها بغيه تحقيق انتصارات في ظل انباء عن مساع امميه لعقد مفاوضات مع الحوثي اعتبرها محللون انها لن تكون الا بشروط الحوثي هذه المره. الى هذه اللحظه لم يتخذ اي قرار بالدخول الى صنعاء، كل ما في الامر نحن نريد ان نحاصر صنعاء، لا، نحن نريد ان نحقق انتصارات، اقول لك الشيء الصحيح، نحن نريد ان نحقق انتصارات تجبر الحوثيين انهم يدخلوا في مفاوضات. العاصمة صنعاء ليست في نظر الشرعية سوى ورقة ضغط لجر الحوثي إلى مفاوضة سياسية هذا ما أكده وزير إعلامها معمر الإرياني قبل عامين الحديدة أيضا في حسابات الشرعية الضيقة لم تكن سوى ورقة ضغط لجر الحوثي صوب ستوكهولم والاستعراض أمام الكاميرات بورقة حل سياسي تم التوافق عليها صوريا دون ما توقيع تحت مظلة إثبات حسن النوايا الأطراف وعلى قاعدة الربح والخسارة هو الحوثي ولأكثر من عام ونصف ما يزال رافضا لما تم الاتفاق عليه في عاصمة السويد وفي ذات الوقت ما تزال الشرعية أيضا متمسكة بستوكولم الكسيح الذي أراق ماء وجه الشرعية ككيان في صدور اليمنيين بل أن محللين رأوا في الشرعية مشكلة وليست سبيل حل وبالنظر إلى متغيرات الواقع اليوم نجد أن الحوثي اجتاز وأسقط مركز محافظة الجوف وها هو يحاصر مأرب ثلاث من اهم المحافظات اليمنيه باتت في حسابات السيطره ارضا حوثيه بل ان سقوط الثلاث لم يحرك ساكن للشرعيه التي ما تزال متمسكه بستوكهولم كمولود كسيح بل انها فضلته على دماء الابطال في الميادين ولم تلق بالا لتحريك ورقه الحديده للتخفيف عسكريا على وطاه الهجوم التي تتعرض له المحافظات الشرقيه جريفيث البريطاني والمبتعث الى اليمن، ما يزال يراقب المشهد السينمائي الحوثي بكل متعه، بل انه يرى في الضغط الحوثي ودق ابواب مأرب وسيله ضغط اخرى لدخول الشرعيه في اخفاق جديد بمسمى مفاوضات سياسيه. وقد عقد البريطاني عددا من الاجتماعات في عمان الاردن لهذا الخصوص، واكد في اكثر من سته احاطات على ان هناك تحضيرا لوثيقه عار جديده ستوقع عليها الشرعيه. كما يصف مراقبون وتعقيبا علي هذه المساعي المشكوك فيها العميد صادق دويد عضو قياده القوات المشتركه في الساحل الغربي قال في تغريده له قطع المبعوث الاممي لليمن والمجتمع الدولي وعودا بان الحوثيين سيخرجون من مدينه وموانئ الحديده بدون قتال وإلى الآن لم يتم شيئا من ذلك ولهذا فإن الحديث عن أي تسوية سياسية قبل تنفيذ اتفاق السكهولم وخروج ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا هو مجرد عبث وإضاعة للوقت العميد دويد يؤكد بهذه التغريدة أن هناك محاولات للقفز على السكهولم تطبخ مرقته على نار هادئة ومراقبون يرون أن أي اجتماع للحوثي بالشرعية في مفاوضات لن يكون إلا بشروط الحوثي هذه المرة الذي يسعى في هذه اللحظات لإسقاط مأرب التي يراها البعض عاصمة الشرعية المؤقتة. محمد الصار اليمن اليوم في الضالع تجددت المواجهات بجبهة الجب وبتار غربي الضالع بين القوات المشتركة من جهة والميليشيات الحوثية من جهة أخرى يأتي ذلك عقب محاولة عناصر الميليشيات الحوثية التسلل باتجاه معسكر الجب ومناطق بتار ومرخزة وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية استقدمت تعزيزات جديدة إلى مناطق حبيل السماعي ومزارع صبيرة ورهادة وحبيل يحيى بالحشة خلال اليومين الماضيين ضمن تحشيداتها في المنطقة كشف تقرير حقوقي عن اختفاء 136 شخصاً بينهم نساء وأطفال في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي خلال عام 2019 وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في تقرير حديث له إن 136 شخصا اختفوا خلال العام الماضي في مناطق سيطرة الحوثيين بينهم 12 طفلا وخمس نساء أوضح التقرير أن محافظة صنعاء سجلت أكبر الأرقام لضحايا الإخفاء القسري التي نفذتها ميليشيات الحوثي تليها محافظة صعدة معقل الجماعة وأقدمت ميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين على خطف عشرة أطفال من مديريتي جهران وميفعت عنس بمحافظه دمار تمهيدا لنقلهم الى جبهات القتال ومنذ منتصف يناير الماضي اختفى عشرات الاطفال من احياء وشوارع مدينه دمار حيث اتهم اهالي المختطفين الميليشيات الحوثيه باختطافهم وارسالهم لجبهات القتال دون علمهم كشف تقرير للأمم المتحدة أن الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية منذ خمس سنوات تسببت في نزوح أربعة ملايين شخص معظمهم نساء وأطفال ولا زالوا يعانون وجع التهجير القسري والتشرد الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي في اليمن ألقت بظلالها على كل شيء ولم تترك متنفسا لليمنيين الضعفاء دون غيرهم خصوصا الذين شردوا من منازلهم وخرجوا الى العراء حيث لا ماء ولا مرعى سوى ان تنام ارواحهم المرهقه بعيدا عن اصوات الرصاص الأمم المتحدة وفي إحصائية حديثة كشفت عن أربعة ملايين شخص في اليمن شردتهم الحرب من منازلهم وتشكل النساء والأطفال 76% من النازحين وهم بحاجة إلى مأوى وطعام وصحة إنجابية وخدمات استشارية كافية التقرير ركز بدرجه رئيسيه على المراه اليمنيه ونضالها في ظل الوضع الذي تعيشه وسط كل هذه المصاعب، وظلت قويه وصامده في معظم الحالات، وهن من يتحملن عبء النزوح والتهجير القسري، وافاد بقدر ما يكون الغذاء والماوى ضروريين، فان ما يحدد حياه النساء او موتهن في الازمات هو قدرتهن على الوصول الى خدمات الصحه الانجابيه الاساسيه والحمايه في الوقت المحدد. وكشف التقرير في بيان له ان تصاعد الصراع والازمات الانسانيه في اليمن ادى الى اضعاف وضع النساء والفتيات في المجتمع اليمني لافتا الى ان النتيجه كانت تاكل اليات حمايه النساء مما زاد من خطر تعرضهن لسوء المعامله والعنف خصوصا من قبل الحوثيين الذين مارسوا بحقهن اشد انواع البطش والتنكيل. التقرير اعتبر ايضا ان الفتيات المشردات اكثر عرضه لفقدان فقدان إمكانية الوصول إلى المدارس مرجعا ذلك إلى أن الأسر ذات الموارد المحدودة يحرمنا من تعليمهن مشيرا إلى أن 48 من نساء اليمن أميات أربعة ملايين نازع لا يزالون يبتهلون إلى الله بغيمة تزيح عنهم الوجع الذي خلفته الحرب وتوقف عنهم معاناة النزوح والتشرد لتكتب لهم العودة إلى منازلهم من جديد أكدت رابطة أمهات المختطفين اقتحام ميليشيات الحوثي لعدد من المنازل في العاصمة صنعاء وإخراج الأطفال والنساء منها بالقوة واعتبرت الرابطة في بيان تهجير النساء القسري من منازلهن وسط صمت المنظمات والمؤسسات المعنية بحماية المرأة ودعم قضاياها أمر غير مقبول وأن تزايد الانتهاكات بحق النساء من اختطاف وتعذيب وتهجير قسري من المنازل تستوجب من جميع اليمنيين إدانتها والتعاون لحماية المرأة وحفظ حقوقها وطالبت رابطة أمهات المختطفين الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه نساء وأطفال اليمن معنا عبر الهاتف أمت السلام الحاج رئيسة أو رئيس رابطة أمهات المختطفين مرحبا بك أهلا وسهلا بك اختطافات متواصلة وانتهاكات تمارسها الميليشيات ما جديدها؟ الجديد أنهم الآن يمارسون انتهاكات جديدة ضد النساء والأطفال خاصة في صنعاء بعد أن أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على مجموعة من أعضاء مجلس النواب والمناهضين لها ودخلوا يهدد النساء ويعتقلوا الذي يرقبين الخروج ويشردوا الامهات والاطفال من داخل البيوت لم يرحموا حتى المقعدات حتى النساء العجائز التي داخل البيوت لم يحترموهن ولم يحترموا قبر سنهن وإعاقتهن هذه التصرفات التي يتصرفها تتصرفها جماعه الحوثي ارهاب من نوع جديد ايضا انتهاكات لحقوق الانسان العالم يحتفل بيوم المراه العالمي وجماعه الحوثي تهين المراه وتنتهك حقوقها في كل وقت وحين هذا ما تعانيه المراه اليمنيه خاصه في المناطق التي تحت سيطره جماعه الحوثي نعم الارهابيه المسلحه نعم وما دور رابطه امهات المختطفين والمنظمات الاخرى في حمايه المدنيين والدفاع عنهم؟ رابطة المختطفين تعمل بشكل آه نقول آه رفض انتهاكات فقط و وبشكل متخفي حتى لا آه اذا عرفوا بالبنات او النساء الذي بيشتغلن نعم لا شك الاول من سيتم نعم. نعم ما مدى توفر احصائيات كامله آه بعدد المعتقلين؟ ترية. نعم، ما مدى توفر إحصائيات كاملة بعدد المعتقلين عايزيزيز. والمختطفين؟ الذي أه. الذي يتصل إلى أه الرابطة جزء بسيط من هذه المعلومات لأنه كثير من الناس لا يبلغوا ويخافوا من مسألة التبليغ ولذلك الإحصاءات الموجودة تعتبر إحصاءات قليلة جدا في المناطق التي تحت سيطرة جماعة الحوثي لأنه كما ذكرت لكم نعم أن نعم. يكون صعب والتحرك الرافضين صعب جدا نعم، أما السلام الحاج رئيس رابطة أمهات المختطفين شكرا جزيلا لك. أعلن سفير الجمهورية اليمنية في لبنان عبد الله عبد الكريم الدعيس إلغاء الإجراءات والتحريات الأمنية التي استحدثت على حاملي الجوازات اليمنية الدبلوماسية والخاصة. واكد السفير الدعيس انه تم التوصل كذلك بتعاون من قبل الاشقاء اللبنانيين في وزاره الخارجيه وعلى راسها معالي الوزير ناصيف حتي وسعاده هاني الشميطلي امين عام الوزاره وسياده اللواء عباس ابراهيم المدير العام للامن العام الغاء هذه الاجراءات على حاملي الجوازات العاديه والعوده الى النظام المتبع كما كان في السابق. وبعد التوقيع على هذا فإنه بات بمقدور أي قادم من مواطني الجمهورية اليمنية الحصول على تأشيرة الدخول من المطار مباشرة شريطة أن يكون لدى القادم تذكرة ذهاب وعودة ومبلغ 2000 دولار نقدا إلى جانب حجز فندقي أو سكن في لبنان. سمرة النشرة وفيها بعد الفاصل دول العالم تشدد إجراءاتها الاحترازية لوقف تفشي كورونا وتوقعات بإصابة نحو 40% من سكان طهران بالوباء تطرق الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في مؤتمر صحفي عقد بتعز الى الاسباب التي ادت الى اطاله امد الحرب والاخفاق الحكومي في اداره المناطق المحرره. عقد الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مؤتمرا صحفيا في تعز حول مستجدات الاوضاع على الساحه اليمنيه بظل ظروف بالغه الصعوبه يواجهها التاريخ اليمني الحديث وسلسله من الاخطاء ادت الى اطاله امد الحرب في اليمن. منذ <applause> توقيع اتفاقية ستوكهولم التي أتاحت لقوى الانقلاب الفرصة لإعادة الرصف فيها وتنظيم قواتها وتحقيق هزائم متلاحقة بالشرعية بدءا من حقور ثم الظالع ثم نهم ثم الجوف وغدا لا نعلم ماذا ستأتي من مفاجآت؟ ركز الأمين العام على مدى فشل الشرعية في حكم المناطق الواقعة تحت سيطرتها في كل المجالات لا سيما الإخفاقات العسكرية ومشهلة الجيش الفشل الذريع والأساليب الإدارة الفاشلة التي كرست الفساد وعجزت عن بناء جيش وطني ومؤسسة أمنية على أسس وطنية اعتبر نعمان زاحة الحكومة التوافقية بمثابة الإنقلاب على الشرعية ذاتها كانت الكارثه عندما اقدم الرئيس عبد ربه منصور هادي على الانقلاب على التوافق واقصى بحاح رئيس الحكومه التوافقي شئنا اتفقنا او اختلفنا مع بحاح كان رئيسا لحكومه توافقيه. اقصائه يعني انقلاب على التوافق. ثم كانت الكارثه بان اتى برجل بديل له في السلطه في موقع نائب رئيس الجمهوريه تاريخه مليء بالهزائم والفشل وحول الأحداث الأخيرة والانتكاسات التي طالت القوات الحكومية في جبهات عدة أهمها حجور ونهم والجوف حمل نعمان المسؤولية الكاملة الرئاسة اليمنية أولا طبعا ما قرأ في نهم والجوف وحجور والضالع يتحمل مسؤوليته بالدرجه الرئيسيه رئيس الجمهوري عبد الرب منصور هادي ونائبه باعتباره المسؤول العسكري المباشر ووزير الدفاع ورئاسه هيئه الاركان ثم القاده الميدانيين المسؤولين عن هذا الامر. حتى لو وجد اختلال في عمليه بناء الجيش واو والى اخره تحملوا المسؤوليه هم هؤلاء الناس. اختتم المؤتمر الصحفي بالاجابه على تساؤلات الصحفيين والاعلاميين حول مستجدات الاوضاع على الساحه اليمنيه. عواد الوهباني اليمن اليوم تعز شهدت سواحل عدن نفوق عدد كبير من الأسماك والأحياء البحرية التي جرتها الأمواج إلى الشواطئ امتلأت شواطئ اليمن بأعداد هائلة من الأسماك النافقة وعلى وجه التحديد في ساحل أبيان بمحافظة عدن مراقبون أرجعوا هذه الواقعة ناتجة عن مخلفات تحتوي مركبات النيتروجين والفسفور يتم رميها في البحر مطالبين بتحقيق دولي في هذه الجرائم التي تهدد الحياه البحريه في المنطقه وحياه الانسان والبيئه بشكل عام. فيما اكد تقرير اللج... تقرير لل... للجنه البي... للجنه بيئيه تابعه لمركز دراسات البيئه البحريه في عدن ان هذه الظاهره نتيجه انتشار الطحالب الخضراء في المياه ما يؤدي الى سحب كميات كبيره من الاكسجين ما يتسبب في نفوق اعداد هائله من الاسماك والاحياء البحريه. في الملف الاقتصادي رئيس الغرفه التجاريه يحذر من استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائيه الاساسيه مع اقتراب نفاذ الوديعه السعوديه ومدير كهرباء ابيان يطالب الحكومه بالايفاء بوعودها في معالجه وضع الكهرباء جولة اقتصادية جديدة ونبدأ بالشأن المحلي حيث حذر رئيس الغرفة التجارية بعدن من استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية الناجم عن يعني اقتراب نفاد الوديعه السعوديه والتي لم يتبقى منها سوى 150 مليون دولار وهي لا تكفي لتامين استيراد بعض البضائع الاساسيه والسلع الغذائيه وكشف ان الحكومه اقترحت رفع سعر الدولار بدلا من 440 الى 570 ريال والذي سيتحمل اعباء هذا المقترح المواطن نفسه في حال لم تجدد الوديعه والاستمرار في البيع بالسعر التفضيلي ناشد مدير عام مؤسسة كهرباء أبيان وزارة الكهرباء والحكومة بالالتزام بوعودها والإسراع في توفير المولدات بقوة 15 ميجاوات للمساعدة على حل جزء من المشكلة والاستعداد للصيف القادم في تحسين منظومة الكهرباء وأبدى خوفا من تأخر وصول المولدات الإسعافية والذي سيؤدي إلى خروج المنظومة عن الخدمة بالكامل ويعاني فرع المؤسسة التي تعمل محطاتها بقدرة 20 ميجاوات تعجزا كبيرا في الوقود ما تسبب في ارتفاع ساعات انطفاء التيار الكهربائي دشن محافظ شبوة العمل في مشروع أول طريق دائري بمركز محافظة شبوة مدينة عتاق بتكلفة مليوني ومئتي ألف دولار من عائدات مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء ويمثل المشروع أهمية كبيرة في تسهيل حركة السير من وإلى مدينة عتق حيث أنه يربط الاتجاهين الغربي والشمالي بإضافاته الجمالية على المظهر العام قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النمو العالمي قد ينخفض إلى واحد وخمسة في عام 2020 أي أقل بكثير من الثلاثة في المئة التي توقعتها المنظمة قبل ظهور كورونا وذلك في ظل اتساع رقعة انتشار الفيروس لتشمل مناطق آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأمريكا الشمالية وحذرت المنظمة من أنه إذا تفاقم الوضع أكثر من ذلك فإن اليابان وأوروبا قد ينزلقان المستنقع الركود وقد يصل النمو إلى مستوى الصفر في الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري وأخيرا ارتفع الذهب متجا صوب تحقيق أكبر مكاسب الأسبوعية منذ أواخر أكتوبر 2011 بفعل المخاوف من أن يعصف تفشي فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي إذ ارتفع سعر الأوقية إلى 1674 دولار و20 سنتا وزادت عقود الذهب الأمريكية الأجلة 4 من 10 إلى 1675 دولار وعشرين 20 وتوقع خبراء اقتصاديون المزيد من الارتفاع للذهب، مع توقعات من تخفيض أسعار الفائدة بفعل تحاشي المخاطرة الحاصلة الآن وصد بواعث قلق الأسواق حيال أثر فيروس كورونا. تسعد الدول جاهدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بتطبيق إجراءات احترازية تحول دون انتشاره بالتزامن مع حصد الأرواح حول العالم والإضرار باقتصاديات بلدان كثيرة الصين أعلنت الجمعة تسجيل ثلاثين حالة وفاة إضافية جراء فيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات إلى ثلاثة الاف وأربعين في البلاد منذ ظهوره أواخر 2019 بلغ عدد الإصابات الجديدة 143 حالة في الصين ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 80,552 حالة وفقا لأرقام صادرة عن اللجنة الوطنية للصحة خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة كما سجلت الصين 16 حالة إصابة بالفيروس مستوردة من الخارج ما يرفع عدد هذه الحالات في البلاد إلى 36 وتتخوف الصين من استيراد حالات من الخارج مع عودة المسافرين خاصة بعد أن انتشر الفيروس في حوالي 80 دولة ويتوغل فيروس كورونا بين صفوف المسؤولين في ايران مع ظهور اصابه جديده كل يوم تقريبا القائمه تتوسع لتسجل حالات اصابات ووفيات وهو ما جعل الحكومه الايرانيه مكتوفه الايدي امام هذا الوباء لا يزال فيروس كورونا يتوغل بين صفوف المسؤولين في ايران مع ظهور اصابه جديده كل يوم تقريبا فبعد الاعلان عن وفاه مساعده السلطه القضائيه الايرانيه علي خلفي والسفير الايراني الاسبق لدى سوريا حسين شيخ الاسلام دخلت النائبه عن مدينه طهران فاطمه رهبر في غيبوبه جراء إصابة بالفيروس المستجد حسب ما ذكرت وسائل اعلام ايرانيه الجمعه وكانت وكاله تسنيم كشفت في وقت سابق ان حاله رهبر سيئه للغايه، الى ذلك اعلن رئيس البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي وفاه سته اشخاص من موظفي النظام المصرفي بسبب كورونا. ووفقا للمعلومات الوارده، توفي حتى الان سته اشخاص في النظام المصرفي بسبب فيروس كورونا اثناء تقديمهم الخدمات للمواطنين. وكانت الحكومة الإيرانية قلصت ساعة الدوام بمقدار نصف في البنوك والدوائر الحكومية الأسبوع الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وخلال اجتماعها الخميس ألغت القرار بإعادة الدوام الرسمي كما في السابق وأوصت بمنح إجازات بالتناوب للموظفين. وقال عضو لجنة مكافحة الفيروس المستجد مسعود مرداني أن إصابة 30 إلى 40% من سكان طهران قبل العشرين من مارس الجاري أمرا حتميا في إشارة إلى أن مصاب واحد سينقل العدوى إلى أربعة أشخاص في الوقت نفسه وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 107 في وقت جرى تشخيص 3550 حالة إصابة بالفيروس في البلاد حتى الآن. وأعلنت الحكومة إغلاق المدارس والجامعات لمدة شهر للحد من انتشار الفيروس فيما أعلنت أنها ستقيم حواجز بين المدن للحد من السفر ونقل العدوى. أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أن خسائر قطاع الطيران العالمي قد تتراوح بين 63 و113 مليار دولار خلال العام الجاري بسبب فيروس كورونا. الاتحاد اكد في بيان ان اعاده تقييم تحليلاته بشان التاثيرات الماليه لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تشير الى ان خسائر قطاع الطيران قد تبلغ نحو 63 مليار دولار في حال ما اذا جرت السيطره على المرض، لكنه يرى انه في حاله انتشار المرض على نطاق اوسع فان الخسائر قد تصل الى 113 مليار دولار، واوضح ان تاثير الفيروس على عمليات الشحن الجوي غير متوفره الان، ياتي ذلك بعد ان توقعت اياتا في فبراير الماضي ان تصل الخسائر الى 92 مليار و300 مليون دولار بناء على توقعها بانتشار المرض في الاسواق التي لديها صله بالصين، غير ان انتشار المرض في اكثر من 80 دوله اثر على عمليات الحجوزات على نحو كبير في كافه انحاء العالم. وفي الختام تذكير بابرز العناوين قبائل مارب تتداعى للوقوف بوجه الميليشيات والحوثيون يواصلون نهب المستشفيات والممتلكات في الجوف مصرع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية ورصد 178 خرقا لها في مدينة الحديدة وريفها نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية يمكنكم متابعه البث الحي عبر موقع القناه الظاهر اسفل الشاشه وكذا عبر منصات التواصل الاجتماعي لقاؤنا على خير في امان الله